هي أول امرأة مصرية تشارك في مسابقة آيرون مان الرجل الحديدي وتفوز بها. إنها أماني حلمي التي فازت بالمركز الرابع في المسابقة التي أقيمت في برشلونة، والمركز الأول لامرأة من فئتها العمرية 50 عاما، حيث استطاعت السباحة لأكثر من 4 كيلومترات وأكثر من 42 كيلومتر عدوا، فضلا عن 180 كيلومترا في سباق الدراجات. أماني حلمي خليل 50 عاما وأم لطفلين، أول امرأة بهذا العمر تكمل ما يعرف بالسباق الثلاثية أو الرجل الحديدي في برشلونة. أماني خريجة إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عملت في بنوك كبرى وشركات مالية في مصر، وبتشجيع من والدتها اتجهت أماني للرياضة وحازت على شهادة مدرب تمارين رياضية التي أصبحت مهنتها وعاطفتها. ووفقا لما قالته أماني، فإن تدريب لتلك الرياضات يتطلب شخصية معينة وصفات معينة مثل الانضباط وإرادة قوية وصبر وتركيز. وعن علاقتها بالرياضة تقول إنها وقعت في حب الرياضة منذ أن كان عمرها 15 عاما، وكانت تعيش في أمريكا مع عائلتها. ثم في الثانوية العامة تم اختيارها من بين 15 فتاة لفريق كرة السلة، وترى أن مسابقة آيرون مان أو الرجل الحديدي رياضة مميزة تتطلب ليس قدرات بدنية فقط، ولكن بدنية وعقلية معا. عندنا كده في ثقافتنا الشرقية، وخلينا نتكلم أكتر كمان عن المجتمع المصري، لاقي أهالينا مثلا ممكن يبقوا حاجة وخمسين ستين وبيحسسونا دايما إن خلاص بقى خلينا قاعدين بقى، يعني ما لا لا مش قادر أروح مش قادر أجي، يعني لو تحس طب وأنا لما بقى في سن أهلي كده هبقى عامل زيهم؟ يا ريت ما بقاش عامل زيهم. الناس عندهم يعني بيبقى عندهم ثقافه كده ان كل ما انت كبرت في السن خلاص مفروض متعتك من الحياه تقل. الكلام ده غير صحيح. طول ما انت عايش، طول ما انت عندك صحه وربنا مديك عمر، انبسط في حياتك، اعمل اللي بيعجبك، شوف ايه اللي بيسعدك واعمله. ده اللي المفروض الفكر اللي يكون عندنا، ده المفروض العالم الاخر بيعمله، الدول الاخرى المتقدمه بتعمله، الشعوب اللي بنمشي في الشوارع ما بينهم بنلاقيهم بيضحكوا. ليه؟ لان هم طول ما هم عايشين بينبسطوا بيعملوا اللي بيسعدهم. مفيش حاجة اسمها سن، مفيش حاجة اسمها انا كبرت، مفيش حاجة اسمها خلاص انا جدة، مفيش الكلام ده. طول ما ربنا مديك عمر استمتع بالدنيا. النموذج اللي معانا مش بس فكرة هنا نموذج لامرأة حديدية زي ما بنقول عليها، او امرأة تحدد فكرة الثقافة العربية اللي هي العمر وغيره، لا، سيدة حابة الحياة، حابة نفسها، عايزة تعمل حاجة بتسعدها. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نناقشها أكتر في الفقرة دي. خليني بس أرحب بضيفتي أماني خليل، الفائزة بلقب هنا آيرون مان. هي المسابقة كان اسمها آيرون مان برضو، ده موضوع عايزين نتكلم فيه. بس على كل حال مساء الخير، منورانا حقيقي. وأنت جاية من بعيد، أنا قلت لك أنا طبعا ما قابلتهاش قبل الهوا، لكن وهي جاية من بعيد أنا شايفة واحدة بنت داخلة عليا يعني أنا لا أنا دي 30 سنة مثلا يعني مش أكتر. فلا بجد أنا عايزة أعرف بقى، خدينا كده للأول، حضرتك ابتديتي تلعبي إمتى رياضة أصلاً، وكنتي بتلعبيها على مدار قد إيه؟ أنا اللي هقوله إن هي أهلي دخلوني دايماً الرياضة، وكان سببها إن كان أهلي يسافروا أمريكا، وحتى لما رجعت من أمريكا رحت لمصر كان بالنسبة لي اللغة العربي لسه كان وقتها مش كويس، فاللي عملوه إن حطوني دايماً في مجال الرياضة. كنت كل ما أخش مجال الرياضة أتعلم فيها اللغة اللي حسب البلد اللي أنا فيها، وكانت بتساعدني وأقدر إن أنا أتأقلم على الجو الجديد. فالرياضة جت فعلا وأنا يعني مثلا ميبي أول لما سافرت كان عندي 9 سنين. ومسابقة بها آيرون مان، هي اسمها آيرون مان لأن هو موضوع سكسس شوية أو يعني منحاز شوية، بس هي طبعا بس هو الرجالة أكتر فيه. بالظبط، هي بدأت الأول بالرجالة كانوا 15 راجل، وبعد كده دلوقتي بدأت بقى يعني ما شاء الله بيبقى فيه ألوفات، لكن في منهم نسبة السيدات مش كتير. شاركتي في ايه تاني؟ يعني اي كومبيتيشنز تانية شاركتي فيها؟ انا الاول كانت دايما الجري، انا بعمل ماراثونز، كنت كل سنة اسافر برا واعمل ماراثون. وبعدين لما ولادي دخلوا الجامعة بقى الثلاثي جاء من صدفة كده حلوة، وقلت اجرب ليه لأ، ما جربش الثلاثي. فبدأت بالحاجة اسمها الأولمبيك في سهل حشيش هنا في مصر، وبعد كده دخلت على سباق الآيرون مان. ما عندكيش مشكلة من اللي أنا شايفاه أن أنت طالعة وبتقولي سنك أنا عندي 50 سنة، أنا كذا أنا كذا، بتشوفي الثقافة اللي عندنا شوية في مجتمعاتنا العربية اللي هو لازم نداري
سننا كسيدات دي راجع لإيه؟ هل راجع للمجتمع الذكوري أصلاً ولا لإيه؟ أنا معرفش طبعاً، بس أنا حاسة إن من ساعة ما خدت الأيرون مان التركيز كله جاي أكثر على السن مش الرياضة. يعني إن سباق الأيرون مان ده يعني سباق كبير، 4 كيلو سباحة وبعد كده 180 كيلو عجل وبعد كده 42 كيلو جري، ده ما كانش سهل. فأحب إن أنا أتكلم على ده أكتر، لأن هو ده اللي أنا تعبت فيه وهو ده اللي أنا حققت، كان حلم من أحلامي وإن أنا أوصل له. أما السن بقى الحمد لله، سني 52 سنة النهاردة وأحب وفخورة إن أنا أقولها، بس مش هو ده اللي مش هو ده المفروض اللي يكون في دماغ المرأة. يعني مش كل حاجة ما كسفش منه، يعني ما فيش، بالعكس بيبقى فيه ضغط دايما ان الست لازم تبقى صغيره، لازم تبقى حلوه، لازم تبقى مش عارف ايه، ولازم تبقى عشان تعجب، والراجل مش مهم المهم يبقى ناجح، بس اي حاجه ثانيه لا. فبيعمل بريشر على السيدات. انا خليني اقول الضعيفات الشخصيه، لان لو سيده شخصيتها قويه اللي هيفرق معاها بقى مين يشوف سنها كبير ولا صغير، شكلها ايه، بتلبس ازاي. انا كده وانت عجبك على كده اهلا وسهلا. فلا انا اشوف ان نموذج بتاع حضرتك برضو ربما ان هو يغير شويه في الفكر، لان احنا تعبنا من كتر الضغط على التركيز كمان السيدات وانشغالهم بالشكل اكتر ما انشغالهم هي ممكن تكون ازاي، يعني عنصر عامل حقيقي وناجح في المجتمع. طيب خليني اروح معاكي برضو الجزئيه الثانيه، حضرتك عشتي معظم حياتك بره. نص من حياتي كان بره في الخارج. ايه الفرق بقى بين الثقافه هنا وبره؟ لان زي ما انا ابتديت الحلقه والفقره، احنا عندنا ثقافه مختلفه شويه المجتمعات العربيه، عايزين نتخلص منها لان هي سلبيه او بتعود على حياتنا بالسلب. ايه اللي ممكن حضرتك تنصحي بيه دلوقتي اي حد بيتفرج علينا في سن يعني معين، ان هو يبتدي ينظر نظره مختلفه للحياه على اساس ان هو يعني في الاخر يوصل لنتيجه يعيش افضل؟ وسؤال حلو جميل، لان فعلا اللي انا نفسي اغيره هنا في مصر بالذات ان الست لما بتتجوز طبعا بتهتم بجوزها وبتهتم انها لاولادها، بس بتهمل في نفسها. انا شايفه بالعكس، ان هي لو اهتمت بنفسها وتدي لنفسها الحاجه اللي مش لازم تكون في الرياضه بس، الحاجه اللي هي بتحبها، هتقدر تدي لجوزها وهتقدر تدي لاولادها وهتسعد الجميع حوالينها يعني. فدي لسه ما عندناش قوي، بيبقى دايما اول ما تتجوز لا خلاص بقى كده، او عيب، وهو مش مفروض عيب حتى لما تعملي رياضه في سن كبير. مش طب ايه العيب فيها بقى؟ انا نفسي افهم. يعني نعم، عيب في ايه؟ ما اعرفش، هي بياخدوها ام بتمارس الرياضه. لا انا مش عايزه اقول لك كلام، ساعات لما كنت بجري في الشارع يعني لا قولي لنا بالعكس، تسمعي كلام يعني مش حلو، بس يعني ايه من الناس عادي، رجاله وستات بالذات رجاله اكتر، يعني ان المفروض اكون انا قاعده في البيت يعني. طب ليه يقول لك اقعدي في البيت يعني وخدي بالك من لا كان معرفش بقى عشان العربي شويه ان انا يعني صحتي عشان انا كبيره في السن يعني لا حافظي على صحتك، اقعدي يعني بقى انا هحافظ على صحتي وانا بجري احسن من وانا هو فاكر قعده الكرسي هي اللي هتجيب لك يعني صحه. لكن لا، نفسي ده يتغير، وان الست فعلا تهتم وتبقى عايزه تحقق احلامها يعني مهما يكون عمرها في اي وقت. انا بشوف، ولو تقتنعي برضو او يعني تتفقي معايا، انا بشوف البني ادم لو ما كانش سعيد لا يمكن يسعد اللي حواليه. يعني لو انا مثلا سيده متزوجه وانا مش سعيده لا يمكن هسعد الراجل اللي انا متجوزاه، لا يمكن هسعد ولادي، انا مش سعيده. فده اللي احنا عايزين نغيره. يعني الامهات بيضحوا بصراحه، انا بشوف بقى وده شهاده حقيقي، الامهات العربيات كمان سواء مصريه سوريه واتيفر بجد عندهم حاجه كده مختلفه، تحسي فعلا ام مضحيه. لكن بينسوا زي ما حضرتك قلتي نفسهم، مش كلهم طبعا بس البعض بينسوا نفسهم، اللي هو بيفكر بس في ولاده، بتفكر بس في جوزها، لكن هي بتنسى نفسها. وفي الاول وفي الاخر جوزك وولادك مش هيبقوا كويسين الا لو انت كنتي كويسه. طيب كان معاكي كام سيده في المسابقه دي اللي هي بتاعت الايرون مان؟ احنا كنا تسعة سيدات مصريات، والباقي رجاله، كانوا 12 راجل. وطبعا في السباق نفسه يعني كان 2000 وي اللي دخلوا سباق الايرون مان، فبس طبعا انا كنت اكبرهم سنا يعني، لكن كلنا الحمد لله حققناها حلو وعدينا كويس يعني.
ولاد حضرتك مخلفة عندك أولاد؟ أنا عندي ولدين لسه متخرجين من الجامعة السنة دي. برضو بيحبوا علمتيهم إيه هم لما شافوا طبعا وهم جم معايا سباق الأيرون مان فشافوا اللي أنا تعبت له إيه وحققته إيه فطلبوا مني إن هم يشتركوا معايا في ثلاثي وعملناه في سهل حشيش ودخلوا معايا ابني الصغير دخل سباحة ابني الكبير دخل جري وأنا دخلت العجل فكانت حلوة إن إحنا برضو نظهر كفاميلي إن إحنا نقدر نعدي نوصل للسباق نعمل السباق ونخلصه ثلاثة مع بعض. اسمحي لي هسألك على جوزك ما جوزي ما هو من غيره برضه يبقى احنا بنقول اي كلام. هل كان ليه دور في تشجيعك طبعًا ولا طبعًا احباطك؟ لا طبعا لا 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 بجد لان ده يعني أساسي. ارجع تاني اقول انا ما كنتش هقدر اوصل للي انا فيه ده لو هو ما كانش موافق او ما كانش بيشجعني وبيصرف على الموضوع برضه يعني هو كله لكن هو يعني ناس كتير تقول لي انت المرأة الحديدية او ذا ايرون مان امال هو يبقى ايه؟ Actually بصراحة هو Iron Man 1 وأنا Iron Man 2 لأن فعلا إن هو كمان يسيب شغله ويجي لغاية السباق عشان يديلي يقول لي يعني أنا هنا ليكي أنت بقى ده أنت دورك أنت حاجة كبيرة قوي يعني كبيرة قوي عندي يعني فلا هو تشجيعه طبعا فرق جامد قوي معايا وان انا انزل في الشارع الصبح الساعه 5 الصبح او اركب عجل طبعا هو بيبقى خايف عليا ودايما يقول خدي بالك. عجل فين في مصر؟ تعرف طريق الصحراوي طريق الصحراوي طريق عين السخنه يعني ده مش ديلي بقى ده لا ده دايما لازم بيبقى كل يوم جمعه بنطلع عشان بتبقى ما فيش طبعا عربيات كتير وبيبقى المسافات طويله فبيبقى يعني اضمن مكان سيف يعني بس ما بتلفيش بالعجله مثلا او تتمرنوا انا كنت في الزمالك عشان عايشه في الزمالك كنت بلف في الجزيره بس طبعا بقت صعبه الجزيره قوي لان عربيات ودس ركنه في اماكن مش مفروض تركن فيها فما عنديش مكان اقدر امشي عليه بالعجله فبقيت دلوقتي بفضل ان اطلع الطريق الصحراوي. طيب خليني اسالك برضو سيده بفكر شويه مختلف وده اللي احنا نتمنى يكون موجود بشكل اكبر يعني في مجتمعاتنا ازاي ممكن اكون دلوقتي لو حد مثلا بيتفرج ازاي ممكن اكون سيده متزوجه عندي ولاد عندي شغلي عندي عيلتي وفي نفس الوقت عندي رياضه بهتم بيها عندي ماي اون بزنس ازاي بتقدري او ازاي تنصحي الناس ان هم ينسقوا ده مع بعض يعني برضو ارجع لانه مش سهل هي يعني اداره زي الاداره زي اداره شركه اداره مدرسه اداره بيتك واداره حياتك زي ما احنا بناخد الدواء كل يوم الصبح بنبقى عارفين لازم وبنكتب احنا بناخده الساعه كذا انا كل حاجه اللي انا بعملها بكتبها الحاجات اللي عليا الساعه كام هعملها واخلصها امتى وحوالينها بعمل الرياضه بتاعتي يا اما الصبح بدري يا اما لو ما لحقتش الصبح بدري لظروف معينه ممكن بعد الظهر او هكذا بس هي اداره يعني برتب حياتي حسب اللي انا ايه الاولويات الاول والرياضه دايما بتبقى انا بالنسبه لي برضو الرياضه اولويه زي الدواء اللي بناخده عشان لو احنا عيانين يعني ماشي هسالك على شويه نصايح يعني عايزين نستفيد. طيب اللي عنده وقت بس كسول زي حالاتي كده يعمل ايه؟ لا لازم يطلع من الكسول ليه؟ لان الواحد برضو ما بيفكرش انك تعملي لقدام يعني انا شايفه دلوقتي حياتي عايزه اقول لك ان انا حاسه ان انا اقوى عن ما كنت وانا عندي 20 25 سنه ليه؟ لان من كتر الرياضه خلقت ليا العظمي والعضل فبقيت اعمل حاجات انا حتى نفسي لغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا بعملها بس انا حاساه ان انا عشان اهتميت زي كل ما بتستثمري في حاجه عشان تجيب لك حاجه بعد كده انا استثمرت في نفسي في عن طريق الرياضه وجابت النتيجه في ان انا قدرت يعني الرياضه ممكن بشكل قطعي تخلي السيدات احنا بنتكلم هنا على السيدات يعني عشان برضو محدش يقول مالكم بتتكلموا على السيدات بس موضوعنا السيدات يعني يخلي السيدات في مود احسن طبعًا. يعني فرق مع حضرتك جدا تكلمي كمان وانت عندك 20 سنه لهذه الدرجه يعني انا كان معايا مره دكتور عمرو حسن هو اخصائي نساء وتوليد وكان بيتكلم معايا ان احنا عندنا ازمه في مصر ان السيدات بيعانوا مشاكل كتيره جدا في الحمل لان ما بيمارسوش اي نوع من الرياضه فبيبقى في وجع في الظهر دايما وحاجات زي كده حتى للبنات الصغيره فبتهيالي حاجات بسيطه لو فعلا ركزنا عليها وابتدت تدخل الثقافه عندنا ممكن احنا كلنا نبقى افضل يعني هقول لك سيمبل مثال كده اهو انا لما ابني لما ولدت ابني ومامتي جت كانت وقتها انا في امريكا وجت زياره ليا وقعدت فكان في ماتش كره سله عايزه هموت عايزه اروح العبه
واللي هو هناك في امريكا بتلعبي يعني بينقوا كام حد يلعبوا مع بعض وانت ما تعرفهمش بس بيعلنوا عليها. فانا كنت عايزه اروح العب ولسه مامتي تقول لي اماني 40 يوم لازم تقعدي مع الولد. 40 يوم يعني ايه 40 يوم؟ انا ما كنتش فاهمه. قالت لي لا لا احنا التقاليد لازم ال 40 يوم ومش. قلت لها مامي طب افرضوا انا احسن يعني انا كويسه فعلا. انا قلت لها انا هجرب ولو لقيت نفسي تعبت مش عارفه ايه. فدت لها محمد ابني الكبير ورحت لعبت الماتش ورجعت ومش عايزه اقول لك كنت اخر نشاط وحاجه ولا حصل لي حاجه ولا يحزنون بس التقاليد بتاعتنا كل يوم فرخه لمده 40 لازم الكلام ده لغايه لما هي هتبقى يعني برضو لما عشت بره في الخارج بدات بقى اشوفها. فكان لما عملت لما جبت ابني الثاني ما عملتش بقى الاكل لان انا اتخنت جامد جدا في حملي الاولاني الثاني بقى لا قلت لا مش جايبه نتيجه وابني كان قد كده اهو حتى بس بيتهيألي الجيل بتاعنا ابتدى شويه يغير الثقافه لا دي كتير. يعني البنات الصغيره اللي بتتجوز غير اهالينا لما اتجوز اي ثينك الموضوع اختلف شويه. لا 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 دلوقتي انا بقيت اشوف حتى لما بتمرن الصبح بقيت لا اشوف حتى امهات صغيره باولادها بيجيبوهم يا اما بيكونوا في السترولر معاهم يا اما بيودوهم الحضانه وتيجي تتمرن. وقتي انا لما كنت في حتى في مجال البنوك وكنت بروح انزل اتمرن كنت لوحدي خالص مفيش حد. لكن دلوقتي لا في ناس كتير دلوقتي بدات بتهتم في ان الرياضه بتفرق معاها. رايك ايه في بما ان احنا بنتكلم عن الرياضه رايك ايه في اداء المنتخب في نفس الوقت بطولة البحر المتوسط اللي مصر حصلت فيها على أكتر من 23 ميدالية يا جماعة أكتر من 23 ميدالية ذهبية وبرونزية يعني ما بين فضية وذهبية وبرونزية حاجة مشرفة جدا لكن ما أخدش اهتمام زي برضو لأن احنا الكرة يعني للأسف في مصر بنفضل الفرق عن الجماعي عن الفرد عن الفرد مع أن الفرد هو اللي بيجيب لنا الميداليات بالظبط بالظبط. انا مش بقول ان احنا ننساهم بس نهتم بيهم ونشجعهم لان بصراحه برضه هما بيمثلوا مصر وبيجيبوا نتيجه كويسه. فريدة عثمان ما شاء الله يعني بجد بجد لازم انا بحس ان ده لازم يتعمل لها تمثال وبتمثل في بطولات عالميه كبيره جدا مش سهل. ونور الشربيني في السكواش بالظبط الناس ما بتبقاش شايفه دول بيمروا بايه يعني طبعا المنتخب بيمر برضه بصعوبات وتمرينات جامده جدا لكن برضه كفردي لا ده دول بقى بيبقوا لوحديهم فحتى التشجيع بيبقى محتاجين اكتر بالزبط. عشان لوحديهم عن ما بيكون مع فريق. واداء المنتخب رايك فيه ايه؟ طبعا انا مش هقول انا زعلانه كان نفسي يبقى احسن بس انا مش انا ضد ان احنا نبقى ضدهم ونشتم فيهم ونقول ان ونحط عليهم اللوم لان مهما يكون برضه طلعونا كاس العالم. شفتي الفيديوهات اللي كانت عند الاوتيل وكانوا كنت متضايقه جدا مصريين كانوا بيشتموا مصريين وانا دي اللي مضايقاني يعني انت ممكن تكون حزين بس ما تعبرش بحزنك بالشكل اللي انا في الاخر اشوف انا كاجنبي مصري بيهين مصري دي بالنسبه لي كبيره في الخارج. ما ينفعش الخارج ده برضه مهما يكون اسم مصر ده انت لابس علم مصر ولابس مش عارفه ايه احترم العلم احترم الـ بلدك لكن مش تشتم لا طبعا ما يدلكش الحق مهما يكون انت ما تعرفش ايه الظروف اللي بيعدوا بيها او لكن طبعا احنا زعلانين وزعلانين عشان كان نفسنا لمصر لكن مش معنى كده ان احنا نشتمهم يعني. انا بتفق مع حضرتك جدا. هيك مش بتشتغلي حاليا صح؟ دلوقتي لا كله مجال الرياضه. سبت شغلك عشان الرياضه ولا انا حبيت انا سبت شغلي بصراحه عشان خاطر جوزي انا كنت عايزه اقف جنبه في الدكتوراه بتاعته والحمد لله جت بحاجه حلوه لان اتعلمت الرياضه عن طريق سفري بره وشفت الناس كلها بتعمل رياضه فلما دخلت في مجال الرياضه ورجعت بقى درست انا برضه عملت شهاده الايروبكس هناك فرجعت درست هنا في مصر الايروبكس فتره ما اولادي كانوا في المدرسه فيعني قدرت كمان ان انا ادرب في نفس الوقت ان انا اهتم بالرياضه اللي هي انا يعني كشخص هيك بتدربي كمان؟ كنت بدرب ايروبكس في نادي الجزيره يس. طب ودلوقتي ليه ما فكرتيش ترجعي مره ثانيه؟ لان لما دخلت مجال الايرون مان بقى ده بياخد مجهود جامد جدا ومحتاج وقت اكتر واطول فما قدرتش انا اوفق بين الاثنين بس في نفس الوقت ده يعني ممكن احب ارجع تاني ليه حسب بقى انا هقدر ادي الوقت للسباق الايرون مان تاني ولا لا. يعني انا بشكرك جدا استاذه اماني حقيقي انا كنت مبسوطه بالحوار ده اتس لايك ا تشات اكتر من انترفيو انا مبسوطه جدا ان احنا اتناقشنا في كل حاجه تقريبا بس قبل ما نختم برضو انا عايزه اسالك انت
هتكم يعني عامله بلان ليكي ازاي الفتره اللي جايه دي؟ طبعا محدش عارف، بس برضو احلامي كبيره وكتيره. ليه ما تعمليش حاجه زي تبقي مثلا انستراكتور، تعملي موتيفيشن للشباب الصغيرين؟ بحاول يعني، انا على الفيسبوك كل ما شاء الله كميه الناس اللي بتجيلي عن طريق الفيسبوك وتسالني طب ازاي اعمل ايه او ازاي اجري معاكي، دايما بقول لهم وبييجوا في الوقت اللي انا بنجري فيه وبيشاركوني يعني. أماني خليل، أنا بشكر حضرتك جدا، نورتيني بجد. شكرا حضرتك. شكرا ليكي. شكرا. خلينا نروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا.